السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي والإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين. تحية طيبة لكل إنسان، تحية طيبة لكل البشرية طيبة إن شاء الله، تحية طيبة لإخواننا في المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، مالي وليبيا، هذا المغرب الإسلامي، وكل الدول الإسلامية إلى حدود الصين، حتى داخل الصين في مسلمين، وفي أوروبا في مسلمين، وفي أمريكا في كل العالم كاين مسلمين. نحييهم تحية خالصة إن شاء الله. والأحرار الغير مسلمين اللي يحبوا الحق والعدل ويحبوا الإنسانية، مرحبا بهم. المهم حبينا نحيوا كاع العالم، خلطنا معليش مش مشكل، تفرع تفرع برب بشر. شوف يقول لك ما شوف ما تصفى إلا تكون تخلطت، كي تتخلط هي هكا الأمور، ما تصفاش حتى تتخلط، كي تتخلط الاوراق والضجيج والمشاكل من بعد تصفى، وبعد كل ضيقه ياتي الفرج، بعد كل ضيقه لازم يجي الفرج باذن الله، والفرج قريب باذن الله. اللي شوف اللي يقول لك باللي راحت والجزائر راحت والحراك راح وهذا، والله العظيم غير كذاب. قول له يا كذاب، قول له الرجال نهار ناضوا 22 فيفري ما ناضوش باش يعاودوا يرجعوا لديار الهدوء، ولكن لكل حادث حديث. شوف كما قالها امرؤ القيس على ما اظن، امرؤ القيس قال لك اليوم خمر وغدا امر، اليوم رانا في حاجه وهذيك الحاجه غدوه غدوه نفروها بربي شر، تتفرع كل حاجه في وقتها. البارح قلت نشيد واحد نشيد، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. انا غلطت قلت تاع بن باديس، طلعوا قال لك هذا تاع ابو القاسم الشابي، تونسي في حد راجل ومش عارف، فنعتذر نعتذر من الاخوه تونسر، ثم خاوتنا الجزائر وتونس. حنا بالنسبه لنا والله العظيم غير دوله واحده، هو المغرب دوله واحده، ليبيا دوله واحده، عائلات وعرق واحد ودم واحد، يعني ما فيش فرق. نهار نحو التقسيم هذا تولي تظهر باللي راها نورمال، دوله وشعب ومتحابين وعائلات وخاوه ونورمال، وتتفتح الحدود ما كانش حدود، وتولي الناس عايشه نورمال، وتولي قوه باذن الله، ويكون باذن الله سيكون بإذن الله عز وجل. ما ضاع حق وراءه مطالب، ما دام الناس واقفين على الحق ما يضيعش. فإذا سكت أهل الحق ظن أهل الباطل أنهم على حق، كي يسكتوا أهل الحق يتمادوا أهل الباطل في الباطل ويظنوا أنفسهم على الحق، لكن وقت السكوت انتهى. السكوت دمرنا، السكوت هو اللي دمر هذه البلدان. سكت الناس، سكتوا شافوا المنكر وشافوا الواو وشافوا سكتوا، دمرت له. وهذوك مشاو في الطريقه ديك تاع الفساد، قال لك مساكتين خلي برك، ما دام ساكتين يلا هاك تعرفهم هم وجههم مطلسين بالخرحة حاشا سامعين، كيشوفوا واحد ساكت يقول لك هو خايف يلا اردم بقى ما عليه، ما يعرفوش معناتها قيمه القيمه والاحترام، وما يفهموهاش ما يفهموش الامور. كما راهم درك دايرين في الجزائر، الشعب في حاله تاع كوفيد ومشاكل ومنا وفقر ومزيريه، وهذه طلع واحد يبيع في الاعضاء تاعو، انتم مسخربينها، عارض نفسه للبيع قال لك بيع 20، قال لك شنو ندير بها انا الكيلوني، بيع 20. شفتوا وين وصلت الحال، شوفوا وين وصل الحال، واحد مسكين طلع في البوطو نتاع حر نورمال، نورمال طلع في البوطو تاع تريسيتي وحكم تريسيتي، خبطوا تريسيتي جابوه في الارض، خلاص مات، ربي يرحمه على كل حال. بصح اللي يقتل نفسه راه هي اسم رحمة الله. يا الشباب تاعنا، يا خاوتنا، يا ولادنا، يا بناتنا، يا نسانا، يا رجالنا، يا الشعوب العربية، حنا ما نحبوش واحد يقتل روحه، حنا نحبوا اللي يقتل هذوك بالفده، عيش باش تقتلهم بالفده، كي تعيش انت تكون عايش وما زالت فيك الروح وما زالت تقول لا لا، هما يتعصر قلوبهم من داخل، اما كي تروح تقتل روحك راك تفرحهم، يقول لك ناقص واحد، يلاه ما على بالهم ايش بيك، شحال من واحد قتل روحه، هما بالنسبه لهم عادي، اللي حرق روحه بالنسبه لهم عادي، هما ماذا بهم الشعب كامل يقتل روحه والشعب كامل يحرق روحه. بصح لا، كي تعيشوا كي تقاوموا كي تبقاو ما تفشلش، هذا ضعف نفس، وضعف النفس ما يوصلكش باش تقتل روحك. لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي يرحمه على كل حال. وهذا هو، هذو هما الضحايا لهذا النظام، ضحايا هذا النظام، يقول لك الحريه تجيبها الدماء، وهذو ضحايا، هذو هما ضحايا، هذه دماء ترهق وارواح تزهق، والمجرم هو هذا النظام اللي يدفع الناس لهذه الحاله، ما دام فيه ضحايا الحريه الا ما تجي باذن الله. المهم ربي يرحم بوضياف ويوسع عليه، ربي يرحمه ويوسع عليه. والله العظيم الحكايه تاع بوضياف على بالك شغل، بالنسبه لي انا نهضر على نفسي،
نهضر على نفسي. شغل ما على باليش، شغل الانسان هو هذاك سياسي كبير ومجاهد معروف، وانسان يعني عنده حنكه. يعني انا كيفاش دار فيهم الامان ما فهمتش. هما راحوا جابوه، هو عرف، هو احد الاسباب انه هرب من الجزائر في وقت بومدين. هذاك الاسباب تاع ضباط فرنسا، شعباني ربي يرحمه، شعباني ربي يرحمه، قتلوه على جال المشكل تاع ضباط فرنسا. خي محمد خيدر المسيلي، لا اله الا الله محمد رسول الله، عبد الرمضان قتلوه على مشكل تاع السياسي، الاولويه للسياسي على العسكري، ومنها هذا المشاكل الثاني تاع الداخل في 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 في, في في جبهة التحرير الوطني تاع بكري، كيسموه كريم بالقاسم. هذو كل ما كانوش موافقين ان ضباط فرنسا يرجعوا للجزائر ويخدموا في مفاصل الدوله، ويخدموا اصلا في الدوله. ما كانوش قابلين، وكانوا عارفين المشكل. كاين بزاف اللي ينبهوا، قالوا لا، وتم التصفيه تاعهم. بوضياف كيفاش تغر فيه ما فهمش، والله ما فهمش. انما شوف كي تجي الاقدار تعمل ابصار، اذا جاءت الاقدار تعمل ابصار. ربي يكتب له الموت في هذيك البلاصه، وربي يكتب له الموت في هذاك الوقت وبهذيك الطريقه. ربي يكتب هذاك الشيء، ولا ما فر من قضاء الله. كيفاش تغر وكيفاش تعمل الابصار تاعو ودير فيه الثقه، ما عرفش مع من راه يلعب. ما قدرش يحدد حجم الغول اللي راه يلعب معه. نفس المشكل تاع بومدين. بومدين خاين، بومدين فايح، هو اللي دار المشكل هذا كامل، هو اللي معفن. او طلع واحد داري في الكومنتار قال لي بصح الوقت تاع بومدين راه الوقت الذهبي وانت تستعرف. ايه الوقت الذهبي. شوف اللي يمد لك السم يمده لك في العسل. انت تقول راك شربت العسل، ايه شربت العسل بصح فيه سم. الوقت تاع بومدين هو الوقت اللي فصلوا فيه السلطه على الشعب، وفصلوا فيه الشعب على السياسه. رقدوهم، كل اشرب حوس، اشرب شراب، خمر، خماج، نساء، حوس، ماكله، شراب، يعني شوف رقد لا بيلفي. وهذاك الموم الناس رقدوا، الشعب بالتدريج رقد. فصلوا الشعب على السياسه، فصلوا الشعب على الهدف تاعو، على انه يحافظ على الجزائر. الشركات كانت قويه، ايه، لان في الوقت هذاك كانوا كاين بزاف وطنيين جزائريين، وطنيين واقفين على البلاد تاعهم، وهم حبوا هذاك الشيء. من بعد بداو ينحوا فين بالواحد، في وقت شادلي اللي يكون مخلص وهذاك نحيه، دير له كوديطا ونحيه، دير له مشكل ونحيه، علق الشركه فايت ونحيه، لفق له تهمه ونحيه. هذو الوطنيين اللي كانوا يخدموا، اللي كيما نقولوا حنا الاطارات والاداريين والاساتذه الدكاتره وكاع المخلصين صفوهم، يا اما بسكته قلبيه، يا اما هجروهم، يا اما استغنوا على الخدمات تاعهم بالتقاعد، يا اما بهذه، وجابوا لموا الخماش تاعهم، الوساخات، السفهاء، غير النهابين والسراقين، حطوهم في مفاصل الدوله بارتو، زرعوهم في مفاصل الدوله، ويلا عيش لا تعيش. وصلنا للحاله اللي رانا فيها دروك، ان الجزائر تتخبط في صراع مع هذا العصابه اللي استفشت في كل، كانها سرطان استفشى في الجزائر. بصح نسيتوا حاجه، ان الشعب الجزائري الشعب كي يفطن ويصحى ويتلم ويتوحد مع بعضه، قدره رب العالمين يولي طبيب جراح. طبيب جراح شوف يدير لكم عمليه جراحيه بشويه وينحي ذاك الخبث، يخرجكم هكا، ينقيكم هكا 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 هكا، وتتنقاو وتترموا في القمامه لابوبيل. حبيتو والله كرهتو، وضحايا الشعب راه يضحي بكم بالغالي والنفيس. فرحم الله الفقيد، يرحم ربي بوضياف مسكين، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. السفير الجزائري اللي كانوا جابوه من فرنسا قال لك زعما زعفوا عليهم على ذاك الفيلم اللي دارتو الفرنس 5، وقال لك سحبنا السفير، يلا الدول الجزائريه ما تعاودوا رجعوا لفرنسا، ليه رجعوه؟ الدول الجزائر تفاهموا معاه كيفاش كيفاش يديروا الحياه، وعاودوا رجعوه. ايا ومن بعد درسوا الخطه، جابوا الخطه هذيك نتاع شوفوا الحراقه، عطوهم تليفون جدد
وفهموهم باللي راكم مو سيدي راح تديو البيرمي سوجور، راح تديو الاقامات ومنا اخاو تعطاهم واحد الكارطات الشغل تاع اللجوء. بصح اللجوء مش لجوء يعني لجوء كيما العباد، اللجوء هذا تسمى كيشوفها البوليس الفرنسي الكاوري ولا يعرف باللي هذا هو الحركه تاع 2020. كيما الحركه بكري كانوا عاطينهم كارطه يمشوا بها في البراجات والله يوري له هذيك الكارطه يقول لها فوت فوت ما يهضرش معاه يقول لها فوت هذا تاعنا، يعطاهم هذوك الوريقات بيرمي سوجور مكتوب ما عارفينه هما فيه كيما نقولوا حنا فيه حاجه باينه معروفه كي يشوف البوليس ولا يشوف هذيك يعرف اللي هذا هو الحركه تاع 2020 يقولوا له فوت. هذو اللي طنوها اللي راحوا وافقوا كي يقول لهم فوتوا تجيو شغل راحتها كبيره قاوري خلاني فوت تسمى راني خلاص راني تسمى راني ديت حقي راني انا ما نعتبر بنادم معاهم ما يهضروش معايا في البراج ولا البوليسيين وريو هذيك الكارطه يخليني نفوت فخفاخه راني يا سيدي وليت وزير راهم استعرفوا بيا وصوروني وعطوني كارطة. شوف يا سيدي الحركة تاع 2020 هيا فرحوا ما لا يا المرخص راكم الحركة تاع 2020 الحركة تاع 2020 بعثوهم حتى لاسبانيا باش يديروا مثايقات للناس. الناس خرجوا مظاهرة وما خارجين يسبوا ويطيطارشوا ما على باش يجيحوا في رواحهم دوك انتوما كي يعني شوفوا يا المرخص يا المرخص يا المرخص ناس ماشيين مظاهرات. المظاهرات في اي دول العالم اللي تحترم روحها في اوروبا ولا في امريكا ولا كي تمشي المظاهرات تكون ديكلاري تروح انت عند الشرطه او تعلمهم بلي راح يديروا مظاهرات لسبب معين لهذه هذه هذه يقول لك صح تمشي هنا 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 وهم يقول لك علاش على حسب راح نديروها هنا يقول لك خلاص نهار الجمعه ولا نهار السبت ديروها في هذيك البلاصه راح يدير اوكي يقول لك خلاص ما كانش مشكل. هما يرسلوا الشرطه باش يحموا هذيك المظاهرات ما يهمهمش تاع واش المظاهرات الشرطه لازم تحميهم ان شاء الله حتى تاع لي بيدوفيل ما على باليش انا حتى تاع القوم لوط والله يا تجي الشرطه تحميهم نتاع الاحرار تجي الشرطه تحميهم تاع لي زيترون تجي الفلسطينيين ويديروا مظاهرات هنا في هولندا ساعات يديروا وقفات احتجاجيه الشرطه تجي تحميهم نورمال ماهيش حاجه تسمى كي تجي الشرطه تحميك راك انت خاين هذا قانون في بلادهم اي واحد يدير مظاهرات الشرطه تحميه ان شاء الله حتى الحيوانات طلعت الظهر الشرطه تجي تحميها هذا قانون. درك المشكل فيك انت كي رايح تطرش عليهم بالحجر ولا رايح تسبن والناس يديروا مظاهرات وانت رايح تسب فيهم يعني وشنو هو هذا الرخص والانحطاط الاخلاقي اللي وصلتوا ليه وشنو هذا النيفو با النيفو با اللي وصلتوا ليه حكومه قال لك دوله اقليميه دوله اقزيميه خوفت اسرائيل غير بالنظره عندها جنرال يخوف الاعداء بالخزره الخزره تاعو خوفت خوفت رئيس امريكا قال لك كان قاعد في الكرسي طاح له الكاس من يده وحكمته الرجيفي علاه باسكو خسر في هذيك الخزره تاع اني جاي لعندك عندهم جاء قائد اركان يركب في طياره تاع جرين دايزر وعنده جمال يشوف الصغيره والكبيره والاطاك وشنو مناورات اضرب راح الروسي يهضر بالفرنسويه كاع تمسخر بينا راح عالم كبير يهضر بالفرنسي في روسيا تمسخ خلط لهم على بالك قال لك الرواس هذوما ما يفهموش الفرنسي دوك كي نهضر معاهم بالفرنسي ندير لهم الخلعه علاه باسكو هما مش كبار وما يفهموش الفرنسي كي نهضر معاهم بالفرنسي يقول لك هذا مثقف هذا راه قاري تسمى هذا عنده علم واسع هذا راه قرا ما على باليش وين قرا هذا راه قرا علم كيما قال البومباردي ربي يذكر بالخير قال له ربي يشفيها قالوا لي مريض ربي يشفيه خف عليه قال له ما قرا حتى علم الغبار ايوا ها هو قرا علم الغبار من المناورات اللي يديرها المناورات اللي يديرها طلع الغبار هو درس هذاك الغبار واش فيه راح الروسي يهضر معاه بالفرنسي دوله اقزيميه طلعت صواريخ والمهرج تاع السلاح طلع قال لهم قال لهم راكم وليتوا خبراء حتى في الفضاء هي في الفضاء وليتوا خبراء ولاو خبراء في الفضاء يا ربي يا كريم ولو خبراء في الفضاء وفي الارض ما على بالهمش واش كاين في ارض الواقع ما على بالهمش حتى في الجزائر الداخل ما على بالهمش واش كاين واش ما كاينش ما على بالهمش الشارع حاجه وهم يهضروا على حاجه واحده اخرى على بالهم منفصلين على العالم كامل بصح ولاو علماء في الفضاء خبراء في الفضاء المشكل تاعهم هذا الدوله الاقليميه كامله ولا تستعين بالحراقه باش يروحوا يدرونجي والناس اللي يديروا مظاهرات يعني رخص ما بعد رخص عجز هو مش عجز هو انعدام سياسي اصلا انعدام سياسي ما عندهمش سياسه والله ما عندهم سياسه
هي السياسة، أصل السياسة من ساسة يسوس، ساسة يسوس أي دبر شؤون الرعية، أنك تسوس شيء أنك تحكم فيه بالعدل وتحكم فيه بالرحمة والرأفة وتحكم فيه بالتساوي، يعني في كل حاجة كما نقولوا احنا تريق الأمور تاع الرعية تاعك. سياسة هذه ساسة يسوس، هادو واش داروا في الجزائر؟ عدل ومساواة باش نقولوا عليهم سياسيين، حتى التصريحات نتاعهم يعني ما لعبت باللي المخابرات تاع العلم ولا ما يتبعوكمش، تم ولا يتقياو كي يسمعوكم تهضروا هكذاك ولا غير يتقياو، قال لك شنو القوم هادو، شنو القوم هادو، وشنو هو هذا القوم، وشنو هاد هادو بشر عايشين معانا في الارض ولا ما يعبك باللي راهم ما شايفينكم اصلا، يعني كلمو يعني مخابرات كيما سي اي وكاجي بي ومش عارف كي يسمعوا الخطابات الرئيس تاعكم ويسمعوا الامور هذيك، يقول لك هذا رئيس تاع دوله ولا شاف شانطي ولا رئيس تاع كوبانيه تاع فلاحه ولا كمي مين ولا ديجا هما دركا من جهتكم راهم مطمئنين كما يقول لك، قال لك الجزائر هذه دوله نحطوها ابار على ما نعسوها ما والو، ما رايحين يديروا والو، هذه الحكومه مادام عندهم هذه الحكومه ما يديروا والو، لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا، خليهم لهيه، خليهم برك هما ينحروا رواحهم. خطابات سياسيه طلع اخوتي يدير في الفاتحه، انا بعث لي واحد اللينك تاعو شفتو ليليان، لينك ليليان هذاك تاع الفيديو شفتو، مداير هكا باش يقرا فيه، مداير هكا دير زوج صباع هكا، هذه عيبك علامة تاع الماسونية، روحوا شوفوه روح تلقاوهم داير صباعو هكا، هادو الزوج مدايرهم هكا، الفاتحة ما تقراش هكا، تقرا هكا ما تقراش هكا، هذا سيتان شيفر كود، الناس اللي يعرفوا لي كود تاع الماسونية يقولوا لكم شنو هو هذا، هذا سيتان كود، هو ديجا راه باسا ميساج بهادي، والله كيما نهضر معاكم روحوا شوفوا الفيديو دوك تلقاو كيما هكاك، ونقبحكم والله، حتى تتمهبلوا. تمديد الحجر الصحي في الجزائر، شوف الجزائر آخر وحدة سكرت الحدود، آخر بلاد في العالم سكرت الحدود، نهار بداو البلدان يسكروا ويديروا في الحجر الصحي وهذي، الجزائر آخر وحدة دارت، وآخر وحدة راح تفتح الحدود، تفتح الأمور. فتحوا الامور تاعهم هما مفتوحين نورمال، يعني المراقص تاعهم والخماج والعفن والطرامات وزيد الاسواق من بكري مفتوحين، هذوك مع البال البارات صوروهم حتى اي مكان كاين الحجر البارات مفتوحين نورمال، ويروحوا يسكروا ويشربوا ويرقصوا وخمجوا نورمال، بالنسبه لهم ما كاين حتى مشكل، كيديروا الاجتماع تاعهم يلموا الناس من كل حول بين وصوب وجمعوهم في قاعه وخلاص، ما كاين حتى مشكل، قلت لكم بصح باش دير مظاهرة ما ديرش مظاهرات، علاش؟ الكوفيد، المساجد ما تحلوش المساجد، علاه؟ الكوفيد، خايفين على المؤمنين، راه ديجا راه عطاكم ميساج قال لكم القانون ماهوش تاع المؤمنين، هذا تاع المواطنين، هذا المواطنين بالنسبة لهم كل شيء مفتوح عادي ما كاين حتى مشكل، وعندهم سبيطارات خاصة، أما المؤمنين قال لكم لا نخافوا عليكم، أنا نحافظوا عليكم ما نفتحولكمش المساجد، باش كنخافوا عليكم تموتوا وتمرضوا، ما نحبوكمش حنا تمرضوا. حنا نحبوكم تموتوا بقلوبكم، نحبوكم تموتوا تودوسمو شويه شويه، علاش؟ باش حنا نتلذوا فيكم كي نشوفوكم ندليتوا وتهانت كرامتكم وهكا، حنا نتلذوا هما يتلذوا شوفوا هذيك الطعم هذاك، يقول لك شوف خفنا فيهم الصعب لانهم من بني قردو، اي والله من بني قردو، واحد مسكين والله نسيت المدينه وين، ما مرتو قرصتها عقرب بسكر على ما اظن بسكره ولا مرتو قرصتها عقرب داهر سبيطار حاطينها تم مخلينها باي يديروا لها السيروم يديروا لها الدواء والو، قال لك والو، قال لك انا نستناو مرتي قرصتها عقرب انا نستناو، كاين اللي يصور شي خرجه قال ما تصورش ما تصورش هنا وخرجها برا، علاش تخرج فيه بلاد باباكم المستشفى تاع باباكم، انا نطلب من الاحرار تاع هذيك المدينه اللي خرج في هذاك يروحوا لثم ويصوروا هذاك المستشفى ما خرافي، خليه يروح لواحد يفركس له الوجه تاعو، يفركس له هذاك اللي كان يشرك عليه فمو، خليه يعفن له وجهه ويعفنه له، باسكو ما يستاهل، نقول لكم حاجه خاطي اللي تعرفوا باللي رخيص، انا قلت لكم من قبل اللي تعرفوا رخيص وخموج كيما هكذاك خلوه يخرج من الخدمه وبحجر على الراس، من بعد ضربه بحجر على الراس، ما تبينش روحك اسيدي ابا ما يحكموك ما والو، بالتربوله واعطيه للراس، كل ما تلقاه برا للراس، باش نقول لك حاجه يحكموا دايره ما يزيدوش يخرجوا ذوك المعفنين، مرخيص
ولا قدروا كان شي ناس ما شاء الله يعني بايعينها، إيه لا نتلاقاه في الزنقه خليه ينفخ الوجه هو، ينفخوا له نورمال، يا ينفخوا له والله غير حلال فيه النفيخ، ينفخ له في سد الوجه كاع يستاهل، لأنه مرخص مطحن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم قال لك يا سيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا والله قاعد نقلب في اليوتيوب هكا شفت واحد مدير فيديو اسم الفيديو ما نبانش اسمه، هل لزيتوت فيديوهات قبل فراره هل حركة رشاد تسنده تسند زيتوت، واسمه بور لو شونج يعني للتغيير، القناة اسمها بور لو شونج. واحد الصراع كما معقل شفتوا شحال من خطرة يهضر ما حبيتش الريبوندي عليه بس تافه، بس هاد المرة أنا حبيت نهضر عليه. هو دخل ديجا دخل مش قال لك أبو أنا ما نفهمش في الدين بزاف منا، بصح شايا الرشوة حرام ومانيش عارف، وأنت راك شي هرت بإنسان وهكا راك ماكش مسلم وتسمى راك كذاب وراك منافق وراح تدخل جهنم. إيبا درك أنا نقول لك واحد الحاجة، هذا الميساج ليك إن شاء الله يلحقك، مادام أنت تقول ما تفهمش في الدين وعلاش تشرك في أمك؟ اللي ما يفهمش حاجه ما يهضرش فيها، انا كي ما نفهمش حاجه ما نهضرش، ما نفهمهاش ما نهضرهاش، ما تفهمش الدين ما تشركش فمك اصلا. ومن بعد جايب لي فيديو قصير مقطوع قاطعين ومزلتو برك تقطعوا في فيديوهات، تقطع فيديو هكا برك وهزو اك شهرت به وراك اسيدي اعطينا دليل باللي يعطيك دليل يعطيك مزلتو برك تحوس على هذا اللي بعد 60 سنه فساد وخراب ودمار وسرقه ونهب والملفات تاع الفساد اللي طلعت والملفات تاع النهب تاعكم وولاد الجنرالات وولاد الوزراء وولاد هذه اللي طلعت ومسلتوا طلبوا بدليل. يا ربي واش صح لكم وجوهكم، يا ربي شو وجوهكم صحاح، يا ربي اعطيوني وجوهكم نخدم بهم صباط، وجوهكم نخدم بهم صباط ما يتقطعش، يحكم لي على الاقل 10 سنين ولا 11 سنه مازلتش نشري صبابيط، اعطوني وجوهكم ندخل به في الحيط، وجوهكم صحاح مقصدرين، وجوهكم رخص انتوما رخص، رخاص بري فاسمو رخاص مرخص، سبيناكم ما فهمتو، بزقنا عليكم ما فهمتو، رخصناكم ما فهمتو، فضحناكم ما استحيتو، غاسلين وجوهكم بول بعيز، مطلصين على وجوهكم الخرا وماشيين في وسط الناس، مزلتو تحوسو على دليل، واش من دليل يعطي عليك، واش من دليل هضر على واحد هذاك اصلا فاسد واش قاعد تشرك على فمك؟ يضل ينبح لي انا عندي فيديوهات وعندي ملفات فساد وعندي ملفات، عندك ملفات فساد وقاعد في الجزائر وخلاوك نورمال، عندك ملفات فساد في الجزائر، انت قاعد في الجزائر وعندك ملفات فساد تاعهم وخلاوك قاعد نورمال. منين وين هذه؟ وين جات هذه؟ وين تكون هذه؟ وين راك تلعبنا احنا حاسبنا احنا يا بو هيوف ولا الناس داو على جال لايك، داروا لايك هكا غير لايك برك تشير خلاص داوه. انت عندك ملفات وضل حل لي فيديو وتقول لي عندي ملفات فساد على فلان وعلى فلان في الجزائر وما داروا والو، ومن بعد تقول لك اعطينا دليل، انتم نقول لكم حاجه والله يجيبوك بجهنم يحطاكم في وجوهكم تقولوا كفرنا بالله داخلينها هكذا انتم. علاه؟ لان ربي طمس لكم العقول، طمس لكم العقول والعيون، عيونكم عمي تحوس على دليل. الله يلعنك يا سيدي يا واطي، وزيد تهضر في الدين تتخلط وتجلط تحشم وما تسحو. الرشوه لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، تعلمها باش المره الجايه ما تقولش ما نعرفش، لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي والمرتشي ملعون. لكن العلماء قال لك اذا اجبر الانسان على دفع الرشوه مضطر، مرتو راح تموت وما يدخلوهاش السبيطار الا دفع الرشوه، كي يدفع الرشوه ربي ما يحسبهالوش ذنب، لانه لا غالب جبروه بالقوه باش يدير هذيك الحاجه. اما اللي دار الرشوه هذاك حسابه ضعفين، لانه دار الرشوه ولانه جبر الاخر باش يدفع الرشوه. فهمت ولا ما فهمتش يا واطي يا منحط يا سفل يا تافه؟ والرشوه معناها احقاق الباطل وابطال الحق، احقاق الباطل وابطال الحق، يعني الحق ترده باطل والباطل ترده حق، تفهم. المهم
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي يطلق سراحو أسد الجزائر كريم طابو، عاودوا أجلوا له المحاكمة، يبقاو يأجلوا يبقاو يلعبوا برك. علاش؟ أنا قلت لكم أخواتي يبقاو يديروا كيما هكا باش يكسروه نفسيا ويكسروكم أنتوما نفسيا، باش يكسروكم نفسيا برك، يكسروكم نفسيا. شو المعنويات تاعكم تدمر، المعنويات نتاع الإنسان كيصبر الحاجة خاصة كيكون محبوس، يكون محبوس ويعرف بلي باريكسوم في الغدوة راح يخرج، هو فرحان، عبك تجيه فرحة هكا بلي غدوة خارج منها. دارنيان مليت يقول له تم تخرج غدوة، عبك بلي تدمر المعنويات طيح زيرو، تعود تحس دوبل الحبس، تولي تحسو زوج مرات. يكسروك النفسية تاعك، يدمروك نفسيا. فكريم طابو أسد الجزائر بدون منازع، وما ناش راح نقولوا باللي الانسان راح تدمر المعنويات تاعو. دعوات الصالحين ودعوات الشعب ودعوات الناس، ادعوا له بالخير وادعوا له بالتوفيق وادعوا له بالثبات باذن الله، وادعوا له ربي يثبتوا يثبتوا. اما الاحرار اللي برا ما يكسروكمش المعنويات تاعكم بهذه الحاجه كيما هكا، وهما راهم يحبوا يكسروا معنويات الشعب كامل بهذا التاجيل، تاجيل تاجيل الكوفيد، تاجيل الفتح، تاجيل. علاش؟ بس الناس تبدا تعيا وتفشل، حوسوا يعيوا الشعب، يعيوا الشباب، يفقدوك الامل وتطلق. كما يقول لك الثور يعي يصارع يصارع يصارع، بصح كي تضرب تضرب تشد وتشد، شكون اللي يتشد شد اللي شوف اللي شد اكثر هذاك هو اللي يربح. وحنا والله غير شادين، والله ما انا طالقينكم القيام الساعه، قيام الساعه ما اناش طالقين فيه. شوف نهار ربي يوم القيامه الناس تنوض من القبوره، ها شوف كاين الكفار واش يقولوا، يقولوا يا ويلتنا من اي من اي قضنا من مرقدنا هذا، يا يقول لك شكون اللي نوضنا حنا من مرقد تاعنا. ينور المؤمنين قدام واش يقول له، يقول له يا ربي اللهم ذكرنا يا ربي. المهم فيها حاجه تاع كانها يعني هذا وعد الحق وصدق المرسلون، حاجه يعني يقول له، يقول له هذه حاجه تاع ربي والرسل كانوا صادقين. هذا المؤمنين كانوا ضمن الكبر. الكافر يقول لك يا ويلتنا من ايقظنا من مرقدنا هذا، شكون اللي نوضنا من الرقد تاعنا؟ تسمى موش عارف بلي فيه بعث وفي قيامه وفي هذه. يقول لك شكون اللي نوضنا؟ يكون مؤمن قدامه كبر تاع مؤمن واحد قدامه واحد واحد ينوض، يقول له، يقول له هذا الوعد تاع ربي وصدق المرسلون، يعني هذه حاجه تاع ربي، ربي وعدنا بحاجه كيما هكا وصدق المرسلون، يعني الرسل صادقين. ايوا حنا نقولوا هذه الكلمه من وراها نقولوا والله ما انا طالقينكم غير تتنحوا كاع، كنوضوا من الكبر يتنحوا كاع. كملنا لي جينيرو على بوبل، كملنا نايض من الكبر لليوم البعث. وين هو الخاين صالح؟ وين هما الخونه تاع الجنرالات تسحقهم درك يتحاسب؟ شوف حطيناها هنا في رسالنا باللي هذا خلاص نوضوا من الكبر. اول كلمه نقولوها العصابة على بوبل، ماناش طالقين منكم، ماناش طالقين بالله، مانا طالقين الله والله العظيم. تطلع الروح، كي تطلع الروح انا قلت لك نموتوا يدفنونا، كي نهار الموضوع عند رب العالمين يوم المحشر يوم البعث خلاص الناس تتب كل واحد وش وش حنا نوضوا لي جينيرو على بوبل، تتنحاو يعني تتنحاو كاع. ماناش طالقين، الشعب الجزائري ماهوش طالق، الشباب ماهوش طالق، طالب الحركة هم عارفين اللي داخل في الشعب تاع الجزائر، الشعب الشعب الاحرار في الجزائر عارفين وقتاش يخرجوا. ما مش راح يخرجوا لكم دروك ولا غدوه ولا غير غدوه، خرجوا منا شويه منا شويه منا شويه، معليش ما كانش مشكل. حمي شوفي كيما في فرنسا خرجت واحد 1000 وحاجه، ومن بعد الدوزيام فوا خرجت واحد 5000، السبت خرجت 7000 وشويه زياده، شوفي شويه بشويه خرجوا قدام السفاره بهدلوا الصيف. يعني قلت وجوهكم غاسلين انتوما بالزبل تاع البقر، مطلسين الزبل تاع البقر وتمشوا هذاك التبهديل كامل، ومازلتوا برك تقابلوا بوجوهكم تحشموش. امر دي زاد عراكم، يعني شوف الفضايح تاعكم كاع حطها في عنساك، معرايا تصوروا في معرايا، ولادكم معرايا، انتوما معرايا، خماج معفنين مع شرابات مع الخماجات مع هذيك، بصح هذيك بالنسبه لكم انتوما عزه وشرف، بالنسبه لكم هذيك راها ميداليه عليكتوها على صدوركم كي الناس يشوفوا بمرتك عريانه، بالنسبه لكم راه حاجه حلوه، هذيك حاجه تفتخروا بها انتوما، لانكم من جاء من القوم الاخرين من هذاك الجهه.
ما كانوش مسلمين، كون جيتو مسلمين حاجات ما قدام نديرهاش، باش تصور مرتك هذه الدايوث وما يدير الدايوث، الدايوث وما يديرهاش، الدايوث اللي هو دايوث ما يديرهاش، ما يصورش مرته ويوريها للناس، والله يبعث فيديوهات للناس تاع مرته. هذه الدايوث، الدايوث ما يديرهاش، ممكن يقبل الفاحش، الدايوث هو من يبغي الفاحشة في أهله، يعني مرته ولا هذيك يشوف ناس أخرين معها ويقول لك اسكت، بصح ما صورهاش وخرج للناس يقول لهم شوفوا مرتي. أنتوما مانيش عارف، قوم جديد، قوم جديد، ممكن ربي ذكركم في القرآن بألغاز وحنا مانيش فاهمينها برك. يجي نهار تكشف هذيك السر الرباني في القرآن، نلقاو الوصف تاعكم أبشع من قوم عاد وثمود وقوم لوط. الله لي تربحكم موسى، الله لي تربحكم، الله لي تربحكم، والله العظيم الله لي تربحكم. يجيني شو نقول لكم، يعني شوف الدعاوي كامل دعيتهم بالإنجليزية وبالفرنسية وبالعربية، ودعيت دعيت دعيت، ما 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 ده. المهم خاوتنا الشباب، خاوتنا الشباب، عاودت رجعت الهجرة الغير شرعية هذه، والله نصيحتي لكم غير ما كان له، بس والله العظيم يعني مش انا كيما يقول لك الواحد راه باخلكم بحاجه ولا الناس ثاني في فرنسا راهم يعانوا، في فرنسا اللي حرقوا راهم يعانوا، دروك ولاو يخدموا في محرك، تشوف باعوا بلادهم على جال غير اللقمه، يعني باش تزيدوا تلحقوا عليهم انتم تزيدوا تبيعوا بلادكم على جال اللقمه ولا تقعدوا تدوروا، ما جاش، اقعد قدام ميمتك، ما تكوي قلب ميمتك عليك، ما تكوي قلبك انت، اقعدوا فرج ربي، وجدوا رواحكم، باسكو الحراك جاي جاي، وبربي ان شاء الله هذه المره كيجي ماشي شي تاع نورمال، يجي تاع ينحوكم كاع، ينحو هذه العصابه دفعه واحده باذن الله عز وجل، قسما برب السماء راكم تدفعوا في الناس، تدفعوا 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 حتى يخرجوا يقتلوكم في الشوارع، يقتلوكم يقتلوكم نورمال، يديروا لكم كيما القذافي، القذافي على الاقل قال لي يدفنوا انتوما، اصلا الا خلع حل الحق عليكم الشعب او ما يلقاوش فيكم حاجه تندفن، والله ما يخلو فيكم حاجه تندفن، سيرتو يا تفون الراس تاعك انت يدوه وحطوه في المتحف كيما راك مخلي الرؤوس تاع الشهداء تاعنا في فرنسا في المتاحف، انت الراس تاعك انت تقعد الخاين الحركي اللي مجندته فرنسا في الجزائر يحطوك في المتحف ويخلوك الذم باش الاجيال القادمه تشوفك وتقول هذا زلم تلفين، هذا كان يشم الكوكايين، شوفوا النتيجه تاعو وين، شوفوا النتيجه تاع اللي ما ياخذش الراي وين يولي، الله لا يتربحك. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم ربي يطلق سراح كريم طابو، وربي يطلق سراح رشيد نكاز، والمعتقلين كامل، والله اللائحه طويله بالجدد بالقدم، ربي يطلق سراحهم كامل، وخاوتي من فضلكم ما تفشلوش وما تعيوش، وبركونا من هذه تاع واحد يحرق روحه وواحد يقتل روحه، وحنا ناقصين ناقصين يعني دروك ناقصين بلاوي، راه واحد يحرك في روحه طالع في التريسيتي، واحد يغرق في الماء، واحد مصوتين فوق باش انا درتوها حرفه، انتوما هذه ولا درتوها حرفه، هذا الانتحار درك ولا حرفه ولا موضه، واحد راه حرق روحه، الاخر قال لك انا رمي روحي من باطيمه، الاخر قال لك ما على باش واش دار، الاخر طلع في التريسيتي الفوق وحكم الخيط، يعني شنو هو موضه هذه، كل واحد يموضي في حاجه ولا راكم ديروا انتوما في الفيلم تاع لا اله الا الله، الانسان كيقتل روحه راه يطلع يوم القيامه يائس من رحمه الله، يائس يائس من رحمه الله، رحمه ربي راح تيأس من رحمه ربي، راح تيأس من رحمه ربي، ما كانش واحد يائس من رحمه ربي الا القوم الجاهلون، القوم الكافرين، القوم الضالين، خافوا ربكم، بركونا من هذه الفاجعات، كل مره فاجعنا في واحد واحد واحد، شنو هذا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله لي ولكم واتوب اليه، ربي يحفظكم ويستركم. ورب قوينا ويقويكم بإذن الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لنا فيمن غفرت، وارض عنا فيمن رضيت، وارحمنا فيمن رحمت، واعف عنا فيمن عفوت. أخواننا الأحرار استعدوا وأعدوا، استعدوا وأعدوا، والنصر قريب بإذن الله، ربي يحفظكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم.